بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا ما ندعوه بال يعني إيه مش عارف نطلعها إزاي ديت يعني بالاستجمام يعني ربما واحد موجود دلوقتي على نافورة وكده يعني وشايف انت الاكسبريشن والايحاء اللي ورا منك. الكلام ان شاء الله باذن الله النهارده عن الكوميونيكيت بانل بعد الكلام عن قائمه مي. هنيجي عن قائمه كوميونيكيت والاختصار طبعا منطقي ان احنا نعرف ان كوميونيكيت خاصه بالكوميونيكيشنز تمام. فالغريب اللي مش هتلاقي حاجه غريبه طبعا كل الكلام اللي فيها اتاخد ومن ضمنه اولا الكونفرزيشنز اللي هي الخاصه بالسبيك اللي هو التشات البانل بتاع التشات تبع الجانب الثاني كان خاص بالنير باي تشات لو كان تقريبا في حد موجود والحمد لله ما فيش حد موجود جنبي مني يعني هي بس انا موجود فين في النير باي بدل ما ايه بدل ما اكون موجود لو كان في حد قريب كان هيظهر في الكادر معايا. الجانب الثالث كان خاص بالسبيك وهي مش متاكتفه دلوقتي لاني عندي مشكله في الصوت تقريبا او هو انا المفروض اعمل كونفيجريشن للصوت من قائمه بريفرنسز تمام علشان اشغل السبيك ده بس انا حاليا اساسا مش مركب مايك انا شغال على السبيكر بتاع اللابتوب بتاع الكاميرا بس فمحتاج بس يعني زي توصيف صغير كده ما بين الفيور بتاع سكند لايف وما بين الصوت علشان الامور دي تتصل. الجانب اللي جاي كان خاص بالكونفرزيشن لوك وده بيدي لك السجل بتاع الناس اللي انت كنت تشات معاهم وفي بمجرد ما تضغط دبل كليك بتحاول تشوف ايه ال يعني زي قائمه التشات مع الناس وكل شخص حضرتك تشات معاه اتكلمت معاه في ايه بالظبط وممكن من خلال ده تعمل سورتنج وممكن من خلال ده تبتدي تفتح الهيستوري وتشوف البروفايلز بتاعت الناس وتريموف الصديق وتانفايته للجروب وتعمل شير وتعمل باي وتعمل بلوك او الكلام ده طبعا احنا ممكن نعمله كانك برضو بتضغط كليك يمين عليه وده الخاصه بالترتيب والهيستوري بتاع النير باي تشات لو انت كنت عايز تشوفه طبعا ده اخر حاجه احنا كنا شغالين فيه. ده بالنسبه لللوج اللوج ده زي بالظبط كده السجل بتاع المكالمات في الموبايل ده. النقطه الثالثه ثلاثة دولات الفيسبوك والتويتر والفليكر الثلاث طبعا السوشيال ميديا لو انا افتح مثلا تويتر علشان اعمل كونكت علشان ابتدي انشر لازم انا كونكت حسابي بتويتر عشان اكونكت حسابي بتويتر لازم ايه اضغط على مين هيديني الاي بي اي بتاع تويتر وابتدي اعمل اوثرايزيشن واكتب الميل والباسورد بتاعي واعمل ريمبر واوثرايز اب وعشان يعني اقصد انت بتعمل لوجن بالحساب على مين على التويتر وتبقى جاهز بعدين انك تكتب الكلام اللي انت عايزه وتنشره على تويتر عارف انت زي الفيسبوك بالظبط. نفس السيناريو بيحصل على فليكر طبعا سيرش انجن على الصور ممكن تكتب تايتل وديسكريبشن و التاج وفليكر وتحطها كده بس إيه الكلام كله يعني ايه مسلم لبعض زي الاي بي ايات اللي هو ايه يعني كل مكان من دول بيتخزن في الداتابيز بتاعه العنصر تبعه. على فليكر مثلا التاجر هيتخزن في مكان والديسكريبشن في مكان وعلى الديسكريبشن وهتحط لك السكند لايف لوكيشن وممكن تكتب مش عارف ايه وممكن تعمل له ريتنج وممكن تعمله هو مودريت علشان ما تخليش حد يشوفه والكلام الفاضي ديت وممكن بعد ما تخلص تعمل القصه شير وعادي الامور بتمشي وانت عارف القصه بتاعت الكرنت ويندو ولا والفلاتر والكلام ده اتكلمنا عنه في السوشيال ميديا فيسبوك. بعدين بالنسبه للفويس مورفينج الفويس مورفينج هوب انا عندي نو فويس مورفينج لاني اساسا اللي هي عارف انت حركات الشفايف ماشي مش شغاله عندي لاني عندي مشكله في كادر الصوت في توصيف يعني مش اقصد التوصيف انا محتاج اعمل كونفيجريشن للصوت فمحتاج ملف صغير يربطني ما بين الفيور وما بين سكند لايف فما عنديش اهو انا بيقول لي نو فويس مورفينج بدليل لو انا كنت مشغل السبيك دلوقتي كنت هتلاقي علامه خضراء فوق دماغي اها وان شفايفي بتبتدي تتحرك اقصد الافاتار يعني وده بيفيد بانك بتحاول تحاكي يعني اقصد الموضوع. الجستشر لو انا كليكيت عليها طبعا انا مش يعني انا مش هنحاول نحكي في موضوع الجستشر ده دلوقتي لكن هيكون لينا ان شاء الله باذن الله باع جامد عليه ان شاء الله باذن الله في الكلام وده كان خاص بالجستشرات اللي بتحصل ما بين حد بيفاجئك ما بين انت بتحاول تطلع صوت معين تشغله في الخلفيه الكلام ده انت عايز مثلا تطفي شوط واو
اهو هو بيبتدي يقول اه بس هي جت متاخر معلش عشان الكارت بتاع علشان مثلا الكونكشن بتاع الانترنت، وممكن لو ضغطت مثلا دبل كليك هي على هي اهو بيحاول يقول هي، وبتلاقي ان هو بيبتدي يبتسم. حاول تركز فيها، جت لوست اكسكيوز مي مثلا، لو كان في حد موجود جنب منك مع التحفظ للقائمة الجميلة دي، لأن فيها عناصر تقريبا مش بس مش متظبطة جامد يعني، تمام. بس المسألة في البيئات ديت إنه ما بيبقاش في كنترول جامد على كل شيء، فديت أوبن كلتشر، ثقافة مفتوحة، فما في مودريشن يا جماعة، تمام. ففي ممكن تحصل مخالفات كتير جدا. الجانب اللي جاي كان خاص بالفريندز، الفريندز ودي البانل بتاع الاصدقاء تبعي، الناس اللي متضافه عندي انا عادي، عندي الجروبس دي خاصه بالمجموعات عندي، ونير باي الناس اللي قريبه مني الحمد لله ما فيش حد خالص، والفريندز الناس اللي موجوده كلهم كده اوف لاين. الجروبس ما في اي مجموعه، لو انا عايز ببتدي اعمل اد وابتدي اعمل نيو جروب، والنيو جروب ببتدي اسميها واقول للناس والله تكلفه انك تجوين الجروب بتاعتي ديت كام، واعمل كونتنت، اعمل مودريشن للكونتنت والكلام الجميل ده. ريسنت ديت معناها اخر مجموعه انا كنت، مجموعات انا كنت موجود فيها، والحمد لله انا ما كنتش موجود في المجموعات اللي بلوك ده، الناس اللي انت بتعمل لها بلوك على كوميونيكيشن انفايرمنت سكند لايف. بالنسبه للبير نير باي بيبول، الناس القريبه منك، طبعا الحمد لله ما عنديش ناس قريبه خالص. اما بالنسبه للبلوك ليست، القائمه بتاعت الناس اللي انت عملت لها بلوك هي هي نفسها اللي احنا جبناها من شويه. الجانب الاخير كان خاص بال دونت ديسترب، دو نوت ديسترب، لو انت شغلت الستايل ده فهيبتدي يتكتب فوق اسمك دونت ديسترب. يا جماعه انا دلوقتي في جلسه استجمام، مش عايز حد يكلمني، مش عايز حد يكلمني، الوضع دونت ديسترب ده زي الوضع طاير في الموبايل يا جماعه، ما حدش بيبعت لك مسجز، ولو جات لك مسجز ما بتوصلش، ما فيش اي كوميونيكيشن بيوصل لك والكلام الجميل ده، يعني ما في اي حاجه بتحصل غير بس بعد ما حضرتك تفك من الوضع دونت ديسترب ده، منك تضغط على كوميونيكيشن وتشيل الصح، فيبان انك خلاص كده مش دونت ديسترب، اي حد عايز يتواصل معاك تبتدي بقى التشانلز كلها تتفتح والمسجز توصل لك والرسائل تجي لك والكلام الجميل ده. سعيد جدا استضافة حضرتكم على مدار حلقة اليوم، ويعني في جلسة استجمام بقى نشوفكم إن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي هي مع قائمة هورلت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.